يا صباح الفل عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من مكان جديد. احنا النهاردة في محافظة السحر والجمال، احنا في محافظة الاسماعيلية. انا جاي النهاردة اسماعيلية عشان اجرب تجربة جديدة. دايما اسافر اي مكان كانت بتقابلني مشكلة انا هقعد فين او هبات فين، فانا النهاردة جاي اجاوب على السؤال ده. انا لو حبيت ابات هنا في اسماعيلية، هل ممكن الاقي ايجار مكان بسهولة؟ وهل الايجار ده هيبقى غالي ولا هيبقى رخيص؟ وشكله عامل ازاي؟ والخدمات فيه عاملة ازاي؟ فانا جيت النهاردة في بيت شباب اسماعيلية عشان اكتشف معاكم الموضوع ده، واشوف المكان عامل ازاي، واجر اوضة فيه، واشوف الاوضة امكانياتها عاملة ازاي، شكل المكان عامل ازاي، هتبسط ولا لأ، التكلفة عاملة ازاي. فهو ده اللي هتشوفوه معايا النهاردة في خلال الفيديو ده. تعالوا بقى هفرجكم على شكل الأوضة اللي احنا اخدناها هنا في المكان. بصوا بقى السرير. السرير حلو، حجمه هو حجمه صغير شوية بس مريح، ودي اهم حاجة بالنسبة لي في الأوضة، ان السرير يكون مريح مش مؤذي لظهري عشان اعرف اقعد براحتي. فدي كانت اكتر حاجة عجبتني هنا، ان السرير مريح جدا. طبعا مع وجود التكييف الموضوع حلو قوي. فانا هنا محتاج يعني كل حاجة محتاجها موجودة: تلاجة، حمام، تلفزيون، تكييف، سرير، كومودين، وكل حاجة انا محتاجها موجودة في المكان. فحلو. بصوا بقى على الحركة اللطيفة دي. ده ريموت التكييف. بص متعلق فين؟ متعلق في النص بين السريرين، عشان لو احتجت تشغل التكييف او تقفله في اي وقت ما تضطرش تقوم تقعد تدور فين ريموت التكييف راح، فين جه منين. فلا، حبيت الحركه هنا بقى الجنينه بتاعت المكان، في ترابيزات وكراسي، تقدر تقعد هنا في اي وقت، تطلب حاجه من الكافيتيريا، او حتى من غير ما تطلب حاجه في الكافيتيريا انت تقدر تقعد هنا براحتك. واجمل حاجه بقى في المكان ان الفيو هنا كله على البحر. فاكتر حاجه بقى مميزه في المكان هنا القعده اللي انا قاعدها دي. انت ترابيزه وكرسي على البحر على طول، قاعد في جنينه. مساحه المكان حلوه جدا، فمش هتلاقي زحمه. دلوقتي بقى ده ميعاد الغدا هنا في المطعم. المكان بيقدم فطار وغدا وعشاء، اللي مع الاقامه بس، اللي هو الاقامه بتبقى بالفطار. الغدا ده لو انت حابب تتغدى في المكان فبتطلب ان هو يضاف وجبه غدا او وجبه عشاء، ودي بتكون بفلوس اضافيه بعيدا عن فلوس الاقامه. فاحنا هنجرب الغدا في المكان هنا، وهقول لكم برضو عامل ازاي، ونشوف هيجيبوا لنا ايه. فادي كده رز، شوربة لسان عصفور، فاصوليا، ده ربع فرخة، سلطة، عيش. فهي يعتبر الوجبة بقى هنا بتعتبر ان هي وجبة متكاملة. تمام. احلى حاجة عجبتني ان سعرها مش غالي، يعني سعرها حوالي 60 جنيه، ممكن تاكلها في اي مكان بره. تسلم ايدك. فانت ممكن تاكلها في اي مكان بره، هي بيوفرها لك هنا، سعرها مش غالي. تعال قول لي عادي عادي. فزي ما قلنا سعر الوجبه مش غالي، 60 جنيه على وجبه غدا. فيها اكتر من اديتين اربعه، ست اصناف، فده حاجه كويسه في المكان، والكواليتي بتاعتها كويسه. بصراحه اكتر حاجه عجبتني في الاكل ان هو حلو وطازه ومعمول هنا. هم عندهم هنا شيفات متخصصين في المكان، هم اللي بيعملوا الاكل، فالاكل حلو وطازه وجاي لك سخن، فدي ميزه رهيبه. يعني
بالنسبه بقى للاسعار بتاعه الاقامه هنا في بيت الشباب انا هقول لكم عليها كلها في اخر الفيديو. هل بقى المكان مناسب لو انتوا شباب مجموعه شباب؟ مناسب ليكم جدا. لو انتوا عيله مناسب ليكم جدا جدا جدا. ولو انتوا بنات او مجموعه بنات كمان المكان مناسب ليكم جدا وامان ومش هتحسوا ان انتوا في مكان غريب. انا حتى كنت بشكرهم دلوقتي على الاكل فبقول له انا حاسس ان انا باكل اكل بيتي يعني. قال لي ما احنا عشان كده اسمنا جمعيه بيوت الشباب. فالموضوع يعني لطيف والناس هنا لطيفه جدا جدا جدا. هتستمتعوا بوقتكم هنا قوي. فبدل ما هتيجوا بعد كده يعني انتوا بدل بعد كده ما تيجوا اسماعيليه يوم صد رد، لا المكان هنا يخليكم تقعدوا يومين وثلاثه لو انتوا حابين تقعدوا يوم او اثنين او ثلاثه. المكان هنا موجود عشان يعمل ده. المكان اللطيف ده بقى تبع الكافيتيريا، انت ممكن تقعد فيه هنا في اي وقت براحتك من اليوم. زي ما انتوا شايفين كده القعده هنا روقان خالص. بتطلب اي حاجه من الكافيتيريا، حتى لو مش عايز تطلب حاجه من الكافيتيريا براحتك يعني، فانت ممكن تطلب اي مشروب من الكافيتيريا وتيجي تشربه هنا. يعني لو حبيت تشرب قهوه شاي بيبسي اي حاجه تيجي تشربها هنا في المكان ده. فحلو. اللي ورانا دي بقى بحيره التمساح، نشوف الفيو بتاعها. انا هعتبر ان دي حاجه من مميزات المكان، وجود مكان صغير زي ده. يعني هو مكان صغير بس مميز جدا، فان انت تقعد هنا دي حاجه لطيفه جدا وهتبسطك يعني. ده كمان ملعب كوره خماسي تبع المكان هنا، ممكن تاجره من اداره المكان. وده المطعم، ودي الغرف، يعني دي الغرف اللي في المكان. القعده هنا بالليل حلوه قوي، قعده هاديه رايقه على البحر بجد. حاجه حلوه قوي قوي قوي. شكرا لبيوت الشباب ان في حاجه حلوه بالشكل ده موجوده عندكم. وفعلا انا قررت بعد الزياره دي ان انا هزور اغلب بيوت الشباب في مصر اذا ما كانش كلها ان شاء الله، وهنقل لكم تجربتي عنها. نيجي بقى للجزء المهم اللي الناس كانت مستنياه، وهو الاسعار بتاعه الغرف. طيب خلينا نقول، انا جبت اهو صورت الورقه، فخلينا نقول ان الغرفه الزوجيه، لو انت ليك الحق في البدايه لازم تعرف ان انت ليك الحق تاخد الغرفه كامله او سرير بس في الغرفه. انا فضلت ان انا اخد الغرفة كاملة عشان محدش يكون قاعد معايا غريب او معرفوش او اضايق حد او حد يضايقني، فقلت اخد الغرفة كاملة احسن. في ناس تانية ممكن تبقى عايزة تقلل التكلفة فتاخد سرير بس في الغرفة، وده اوبشن متاح. فلو حابين تعملوا كده ده موجود. فبرضو هقول لكم على الاسعار دي والاسعار دي واسعار الاكل في المطعم.